ماما صح ما خبرتني. ان شاء الله صرت احسن ورجعت على البيت. بدل ما تعتذري لساتك عم تكذبي؟ اه؟ لك شو قصتك انتي؟ شو قصتك؟ كيف قدرتي تكذبي علي كل هالفترة؟ مو عيب عليكي؟ أنا بصير آسفة ماما، بس مرات كان وضعه كتير صعب، ما قدرت أتركه، كان لازم حدا يساعده. صدقيني كنا رح نحكي لك، بس خفنا تخبري عمو جميل بالقصة. غسان ممكن تجي معي شوي؟ ديما أنا كتير آسف. مو مشكلة مراد، كنت عارفانة إنه هيك رح يصير بالآخر. ما فيني آخذه وسلمه لأبوه بهالبساطة، ما بقدر. بس مراد لساته ولد صغير، ما في قدامنا حل تاني، لازم نسلمه لأبوه. حكيك مزبوط، بعرف، بس خايفة يعمل له شي للصبي. لا ما بظن، هو بضل أبوه، مستحيل يأذي. ما بعرف، كل اللي بعرفه أني خايفة. الشغلة مو سهلة. لا أصلا ماما ما بتحبه لعمو جميل، قصدي ما بتحب تصرفاته. لا تخاف، ما بظن إذا رح تخبره إنك عنا. يلا مراد قوم، بدي سلمك لأبوك. شو؟ مستحيل تعملي هيك. أنت بتسكتي مفهوم؟ يلي عملتيه ما أمي، خلص أمي، هو ما دخل الحق علي انا، ما فيك تعاقبي، انا اللي جبته على البيت. لا تعلي صوتك علي، انا ما عم اعاقبه، بس فكري شوي، كيف بدي خليه يضل عندي بالبيت وما خبر ابوه؟ شو نسيتي امي؟ شو نسيتي انه ابوه حطه بمصح نفسي ليخلص منه؟ اذا رجع لعنده بجوز يرجع يبعته على المصح. خلص ديما، إنك معها حق. أنا لازم أرجع على البيت، ما فيني ضل متخبي هون. مستحيل، أنت قلتي اللي ما بدك ترجع، عم تحكي هيك بس مشاني. بتشكرك كثير على اللي عملتيه معي، بحياتي ما حدا وقف معي غيرك. عن جد ديما انتي وحدة كتير منيحة، بعتذر منكم كتير لانه ضايقتكم خالة ياسمين. مراد يا ريت كان فيني ساعدك، بس انا مجبورة. إذا لزمك أي شيء بتحكيني ماشي؟ بترجاك تفهم علي. خلص أنا رح أطلع معه، بدي أوصله على البيت. أي وصله، ما كنت متوقع هالشي منك أبدا، حرام عليكي. وأنا كمان ما كنت متوقع منك هالشي أبدا.
تخاف، ما راح اهرب. اذا بدي اهرب ما راح تقدر تمنعني. اصلا انا قدرت اطلع من المصاح واهرب لحالي. بعرف انه ما راح تهرب، بس لازم اروح معك واطمن لشوف كيف بده يستقبلك ابوك. ابي ما فيه يعمل لي شيء. خلاص فيك انت تروح على البيت، لانه ما بدي اياه يشوفك معي بنوم. مراد، هذا رقم موبايلي، اذا لزمك شيء اتصل فيني فورا. مراد ابني، كيفك انت؟ مراد يلا تعال فوت لجوا. الأحلام والأمان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.